أهلا بكم مشاهدينا، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من تن تي في. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في شرم الشيخ مارس الماضي بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد للعام المالي 2014-2015 مع التحفظ على شرط التصديق. وتقضي مذكرة التفاهم بتقديم الدعم لمصر بمخصصات تأشيرية خلال هذه الفترة تصل إلى 257 مليون يورو، ويهدف الدعم إلى الحد من الفقر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل.